احنا بنبدا عندنا في بننتج قطع غيار الموتوسيكل، بنصنع تقريبا كده 80% من قطع الغيار الخاصه بالموتوسيكل. التانك ذات نفسه، التانك ده مراحل معقده جدا، عندنا خط انتاج للتانك ذات نفسه. خط الانتاج ده بيبدا من اول ما بيبقى بلوح صلب خالص لحد ما يوصل عندي خالص في الاخر لتانك. مجموعه اجزاء البلاستيك كلها عندي مصنع البلاستيك بيتكون من حوالي 35 مكنه طحن تتراوح قدرتهم من 58 طن لحد 2000 طن. ممكن احقن بحقن كل اجزاء الموتوسيكل ده، اجزاء تزيد حوالي 400 اسطمبه للموتوسيكلات ذات نفسها بجميع الموديلات. مجموعه الجنط دي انا عندي مصنع كامل للجنط، مصنع كامل. احنا حتى تعملنا في العرض بتاعنا ان احنا بنعرض الجنط ذات نفسه بالمراحل النصف المصنعه بتاعته. عندي كمان قسم بيعمل الشكمان ذات نفسه بتاع الموتوسيكل، وعندي خطوط التجميع ذات نفسها بتجمع مجموعه الاجزاء الكهربائيه من فانوس امامي لفانوس خلفي لمجموعه فليشرات، وعندي قسم تاني بيعمل العداد انا بصنع المكونات بتاعته اللي هي بلاستيكيه. عندي قسم كمان بيعمل الشلتز نفسها، بنصنع شلتة فروم اي تو زد من الاول للاخر، من اول الشاسيه بتاع الشلتة لمجموعه الفوم للفرش ذات نفسه بقى بيتفصل عندي وبيشتغل على الشلتة. عندي مصنع بيعمل الدايكاست اللي هو حقن الالومنيوم ذات نفسه، اللي هي حاجه زي حاجه اسمها مثلث. الحاجات الالومنيات اللي هي في الموتوسيكل ذات نفسها بصنعها ذات نفسها. بنستورد الموتور، بنستورد الشاسيه، بنستورد مجموعه الضفائر الكهربائيه، دول بنستوردهم للموتوسيكل، واحنا بنبيع قطع الغيار كلها الحمد لله صنع في مصر.